بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الثاني عشر وهو شوط ختام هذه الفترة الصباحية المميزة، شوط خاص بالحيل، ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع الأسماء والشعارات الحاضرة والمنطلقة في هذا المسار المميز والجميل. نسير مشاهدينا متابعين الكرام مع هذه الشعارات المميزة والأسماء الكبيرة الحاضرة في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع، مباشرة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. البداية شديدة وهجن السيلية تقدم لنا أيضا شديدة بتحدياتها المميزة والجميلة والرائعة هنا مع البداية مع المركز الأول، بينما المركز الثاني تتقدم العقبة مع المركز الثاني بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. العقبة نعم مع ثاني التحديات بتحدياته المميزة والجميلة وحضور شعر الأنيق، مع أذان التحديات المركز الثالث وصول وتقدم شعر هجن السيلية، وأيضا من خلال تواجد عطارد مع ثالث المراكز المركز الرابع وصول وتقدم من درة لهجن السيلية. أيضا حاضر هجن السيلية مقدمة ثلاثة أسماء في هذا المسار المميز والجميل، بينما أتابع المركز الخامس وصول من مهمة ملحام بن راشد بن حبيبة المري، يصل مقدمة لنا أيضا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل، ولكن عودة مع البداية، نعود مع المركز الأول مع هجن السيلية وتحدياتها الرائعة والجميلة مع انطلاقة شديدة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وتابع التقدم من العقبة بشعر ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند مع ثاني تحديات المركز الثالث وصول وتقدم من عطارد لهجن السيلية، أيضا مع المركز الثالث والمركز الرابع وصول واقتحام من شعر المسند. مقدمة لنا أيضا انطلاقة صون ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، والمركز الخامس وصول من شعر بن حبيبة مع انطلاقة مهمة ملحام بن راشد بن حبيبة المري مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء ونداؤنا الثاني مشاهدينا الكرام للخمسة الأسماء الأولى الحاضرة والمنطلقة في هذا المسار المميز والجميل، مساري شوط الختام في هذه الفترة الصباحية المميزة الذي يحمل لنا أيضا هذا الشوط سن الحيل ويحمل لنا هذه الشعارات والأسماء الكبيرة الحاضرة والمشاركة في هذا الانطلاق المميز والجميل، وأيضا هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية المتابعة أيضا لهذه الانطلاقات التي هنا في أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط وهجن السيلية مع انطلاقة شديدة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع عطارد أيضا من تختفي آثار شديدة مع المركز الأول، تتقدم هنا عطارد معززة تواجد شديدة مع المركز الأول، بينما أتابع المركز الثالث وصول من شعار المسند مقدمة لنا تحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد ايضا العقبه ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند، شعار الانيق من يغير وينتقل نحو المركز الثاني المركز الرابع. وتابع التقدم والوصول مشاهدينا الكرام من اللي واصل مع المركز الرابع شعار المسند، ايضا مقدمه لنا انطلاقه صون ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند، والمركز الخامس وصول من شعار الهديفي يصل بتحدياته مع شيمه حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، يصل ممثل معيدر الدايم مقدمة لنا شعاره أيضا وتحدياته المميزة والجميلة بهذا الانطلاق الرائع والجميل. حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مقدمة لنا أيضا شديدة في هذا المسار المميز والجميل. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق الرائع والجميل وهذا المسار المتميز والجميل، ولكن نعود مع البداية، نعود مع شديدة مع المركز الأول. شديدة لا تزال هي
سيدة الموقف، من تقود المسيرة في هذا الانطلاق الرائع والجميل بشعار هجن السيلية، من تقدم لنا شديدة مع المركز الأول، بينما أتابع المركز الثاني، عطارد مع المركز الثاني، من تتقدم أيضا بنفس الشعار ونفس المالك مع داني التحديات، المركز الثالث وصول وتقدم من العقبة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، والمركز الثالث والرابع وصول وتقدم مشاهدين الكرام من اللي واصله هنا شيمة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، يصل أيضا بتحديات المميزة والجميلة مع المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدين الكرام وصول من شعار ملحان بن راشد بن حبيب المري مع انطلاقة مهمة، نعم مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعين لفاضل عشاق الأصالة والتراث، لكن يا مخرجنا المتميز عطنا لقطة على عمق الميدان وأيضا هذه الأسماء والشعارات الحاضرة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. شكرا على هذه اللقطات المميزة التي ترصد تحركات الأصايل وأيضا الشعارات الحاضرة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول العقبة، ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، شعار الأنيق من يقدم لنا العقبة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما أتابع المركز الثاني وصول وتقدم من عطارد هجن السيرية مع المركز الثاني والمركز الثالث شديدة مع ثالث التحديات أيضا بشعار هجن السيرية، المركز الرابع وصول وتقدم من شعار بن حبيبة مقدمة لنا مهمة ملحان بن راشد بن حبيبة المري، وأيضا وصول وتقدم من صون ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وأيضا الدخول والوصول من الشاهنية جبر بن عبد الله بن جبر المخضب الهاجري، يصل أيضا هنا أبو جبر مقدمة لنا تحديات المميزة والجميلة. ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول وبداية هذا الشوط. يا سلام يا شديدة تستعيد حقوقها المنهوبة، وأيضا هناك تستعيد المركز الأول من خلال تواجدها مع البداية مع المركز الأول. شديدة وهجن السيلية من تقدم لنا شديدة بتحدياتها المميزة والجميلة مع المركز الأول، وأيضا تقدم لنا عطارد مع المركز الثاني، شعار هجن السيلية يدفع باسمين كبيرين مع المركز الأول والمركز الثاني. ولكن دير بالك وصلت الجماعة، وصلوا الجماعة، وصلت هنا الشاهنية جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، وأيضا وصل بوغانم مقدم لنا اسمين في هذه اللحظات. وصلت مشاهدينا الكرام الفارقة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، ووصل شعار مسيقان أيضا بتحديات المميزة مع مواجيب، وأيضا وصلت في هذه اللحظات وتقدمت هنا أيضا الوجبة محمد بن طالب بن عقيل، يصل أيضا بتحديات المميزة والرائعة. لكن نعود مع البداية، وأيضا وصول مشعار هجن التحدي مقدم لنا كيان هجن التحدي. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول، أجواء الكيلومتر الأخير، الكيل الخطير، الكيلو اللي ما بعده كيلو إلا كلمة الناموس، روحي أيضا شعار هجن السيلية مقدما لنا هذه الاسمين الكبيرين عبد الله بن سعيد العيدة، شعارك العيدة من تقدم لنا أيضا هذا الحضور المميز والجميل. ولكن تابع اللي غيرت عطارد، ووصل بو علي والسيقان، وصل ووصل بو غانم، ووصلت هجن التحدي. يا سلام على هذا الشوط، شوط حامي، يا سلام، الله الله. وأيضا وصول وتقدم من قبل اللي واصل حربة مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، ولكن أبو السيقان مع انطلاقة مواجيب مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. ولكن عطارد، عطارد هجن السيلية ولا شعار أبو السيقان؟ ولكن عطارد، الله، يا سلام، هجن السيلية تقدم عطارد، وأيضا هناك تتقدم مواجيب حسين بن علي بن حسين أبو السيقان المري، ولكن عطارد بتحدياتها المميزة والجميلة هجن السيلية تحكم القبضة على ناموس هذا الشوط. سلام هجن السيلية، سلام، سلام أيضا لعبد الله بن سعيد العيدة الداعم لهذا الشعار، سلام وتحية واحترام لهذا الشعار ومالك هذا الشعار، ومشكور على هذا الأداء المميز والجميل. تهانين والناموس هجن السيلية المركز الثاني. وصلت مواجيب حسين بن علي بن حسين أبو السيقان المري المركز الثالث. وصلت الفارقة بشعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي والمركز الرابع. المركز الرابع وصل، وصلت أيضا كيان لهجن التحدي والمركز الخامس.
المركز الخامس وصلت الوجبة لمحمد بن طالب بن عقيل، مشكور يا مخرجنا محمد بن خزينة. إذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل، تابعنا هذا الشوط ولكن حضرت أيضا هجن السيلية مقدمة لنا أحد الأسماء الكبيرة، مقدمة لنا عطارد مع شوط الختام. تهانينا والناموس هجن السيلية، والتهاني لعبد الله بن سعيد العيد أيضا داعمي هذا الشعار، مشكور على هذا الأداء المميز والجميل. ها هي عطارد باللقطات البطيئة لحظة وصولها لخط النهاية معلنة هذا الفوز وهذا الانتصار. 9:39 77 جزء من الثاني. تهانينا والناموس هجن السيلية، بينما المركز الثاني وصلت مواجيب بشعر بالسيجارة توقيتها الزمن 9:40 15 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لحسين بن علي بن حسين بالسيجان المري. والمركز الثالث حضر شعار الهديفي أيضا من خلال تواجد الفارق وتوقيتها الزمن 9:42 15 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الحمد مغانم بسلطان الهديفي. هكذا مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل وصل